صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقه جديده من برنامج صباحنا مصري. صباح الخير عليك يا ساره. صباح الخير يا محمد. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. يوم جديد نبدا معاكم حلقه جديده وصباحنا مصري، نبداها ان شاء الله بتفاؤل وخير وعمل ايضا، والناس اللي بتشتغل في ويك اند كده زي حالاتنا يوم موفق ليهم ان شاء الله. ان شاء الله. بما انك مهتمه بالكوره يا ساره والرياضه بوجه عام، فطبعا احنا المنافسات كرة العالم لكرة اليد أو بطولة كرة العالم لليد للرجال يمكن من البطولات المهمة اللي الحمد لله مصر قدرت أنها تنظمها بالشكل اللائق واللي فيه نوع من التمكن رغم الظروف الاستثنائية اللي احنا بنمر بيها في هذه المرحلة. ده اللي فبيدل على أن احنا رغم كل الظروف الحمد لله بنقدر أن احنا نعمل أو نرتب أحداث مهمة في بلدنا، غير الاجتماعات اللي كان السيد الرئيس بيقوم بها في خلال الأيام اللي فاتت اللي بتتعلق بالقطار الكهربائي والمتابعات اليومية اللي سيادته بيعملها على طول، يعني مع الجهات اللي بتنفذ هذه المشروع. صحيح صحيح محمد، وفعلا يعني يمكن محمد قدم يعني وغطى احتفالية افتتاح كأس العالم، بطولة كأس العالم لكرة اليد، وطبعا كان تقديم مشرف جدا كما هو معتاد. يعني احنا عندنا يعني دايما تغطية حية ومباشرة من قلب الحدث لأهم الأحداث في قطاع الأخبار. بنتكلم فعلا البطولة زي ما محمد قال مش بس كحدث كروي أو حدث رياضي، هي كرة اليد طبعا للرجال مش بس حدث رياضي مهم وكبير، ولكن هي ليها أبعاد تانية كبيرة جدا. وأهم شيء حسن التنظيم، هي ما كانتش مجازفة، كان في حسن تنظيم وإدارة قبل إعداد لهذه البطولة، واللي إن شاء الله هتتم على أكمل وجه. وإحنا في حقيقة يعني في حاجة إلى مثل هذه البطولات أو الاحتفاليات أو حتى الأحداث الكبرى اللي دايما بتطمنا بأن بلدنا بخير وإن شاء الله دايما تكون. ومنتخبنا كمان فرحنا يا سارة في اليوم ده، في يوم الافتتاح احنا الحمد لله فاز أو تفوق على تشيلي في هذه المنافسة اللي تعتبر من المنافسات المهمة اللي هتأهل لأن المرحلة السابعة اللي بيبقى فيها بيتقدم بيبقى على رأس القائمة في رأس قائمة المجموعة بتاعته أو في المجموعات في المنافسة الرسمية نفسها. ده شيء جميل جدا، وهنتابع بقى نستمتع خلال هذا الشهر بهذا الحدث الرياضي المهم جدا. خلينا نبدأ مع حضراتكم كما هو معتاد أهم الأخبار على مدار الـ 24 ساعة اللي فاتت. خلال استقباله عضو مجلس السيادة السوداني الرئيس السيسي يؤكد أن موقف مصر تجاه دعم السودان لم ولن يتغير تحت أي ظرف. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تنفيذ القطار الكهربائي بفائق السرعة مع شركة سيمنز بأطوال تصل إلى 1000 كيلومتر بأعلى المعايير. الصحة بتعلن تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة. سبعة قتلى على الأقل ومئات المصابين في زلزال بإندونيسيا بلغت قوته 6.2 بمقياس ريختر. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن حزمة تحفيز بقيمة مليار و900 مليون دولار لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من كورونا.